وإبداء الرأي فيها. مستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة إعداد اللائحة الجديدة للمجلس قال إن مفيش مواد خلافية بين أعضاء اللجنة، تم الاتفاق على معظم المواد. تفاصيل أكتر خلينا أعرفها من النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب. سيادة النائب برحب بيك. أهلا بحضرتك فندم، أهلا وسهلا. استعدادات عقد الجلسة العامة المفترض بكرة إن شاء الله هتكون إزاي، تفاصيلها؟ ومن ناحية تانية موضوع اللائحة ده هيتم مناقشته بكرة ولا لأ؟ بالنسبة للجلسة العامة بكرة هي تصديق على المحاضر على اللجنة السابقة بالنسبة للقوانين الـ 341 قانون، يتم التصديق عليهم بكرة في الجلسة العامة. وبالنسبة للائحة مش هتخش بكرة لأن هو النهاردة الجلسة بتاعت اللائحة ما زالت منعقدة وهتنتهي من عملها ممكن على الساعة 5 أو 6، فلا تستطيع أنها تعمل يعني طلعتها وعرضها على المجلس. يعني النهاردة التصديق لكن مش بكرة. هيكون بكرة التصديق على المواد 341 قانون، لكن اللائحة مش هتكون ضمن المعروض بكرة. لا مش ضمن جدول الأعمال بكرة. لا متوقع أن هي يتم عرضها إمتى؟ في خلال هتحدد بكرة إن شاء الله، يعني بعد ما ترفع الجلسة بكرة لابد أن سيد رئيس المجلس يحدد ميعاد، أعتقد هو ممكن يكون في خلال آخر أسبوع أو أول أسبوع إن شاء الله الجاي قادم. تمام، اللي فهمناه إن مفيش مواد خلافية وإن تم الاتفاق تقريبا على معظم المواد، بتعتقد إن ده هيسهل إقرار اللائحة ولا هيكون في شكل من أشكال الاعتراض السلبي؟ طبعا هيسهل، لأن احنا محتاجين فعلا مجلس النواب محتاج إن هو اللائحة بشكل يعني عاجل على أساس إن احنا ننتهي من كافة الـ يعني الاجراءات لتشكيل اللجان والسير في العمل المجلس الحقيقي بقى، يعني عايزين مجلس نفعله. المجلس ما زال الان لا توجد فيه لجان نوعيه، وايضا اللائحه لم ننتهي منها. عندما ننتهي من اللائحه وتشكيل اللجان سيكتمل كده اركان البرلمان ويسير العمل في البرلمان حتى يناقش كافه الموضوعات وهم المشاكل التي تهم الشعب المصري كافه. يعني كل التمنيات بالتوفيق، هنتابع معاكم كل التفاصيل. شكرا النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب. طيب يعني هم بكرة مش هيلحقوا يعرضوا اللائحة لأن هم شغالين فيها لحد دلوقتي، لكن في اتفاق على معظم بنودها، لكن هيتم إقرار الـ 341 قانون بكرة. حال البرلمان مستمر معاكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل.